السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرايد. نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا في الرايع، رئيس اتحاد الكرة: ثقة الأندية تحملني مسؤولية الاستمرار في الرئاسة. في الشرق: فريد محبوب: شباب الريان على قدر المسؤولية. في الوطن: العجي: العربي فك أزمتنا. فتح: الحكم تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة للفهود. أحمد خليل: إقالة جاريت مو في بالنا. عربيا: في اليوم السابع المصرية: يوسف: الحكم حرمنا الفوز وسأطالب أبو تريكة بالتراجع عن الاعتزال. في الوطن الكويتية: مارين: نستحق المشاركة بالأبطال. في الأيام البحرينية: هاتسون: لا تدخلات في اختياراتي وفوزي سيعود. في المدى العراقية: الأسيوي يرفض لقاء سوريا في بغداد. في الاتحاد الإماراتية: حتى تترجل الأحلام. عالميا: في الميرور البريطانية: مورينيو: ارتكبت 11 خطأ في تشكيلة تشيلسي. في الديلي ميل البريطانية: كاراغا: لام يستحق الكرة الذهبية وإليكم الأسباب. في لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية: أليغري: إنها الليلة الأسوأ في مسيرتي مع الميلان. في ماركا الإسبانية: بيل يبدد الشكوك، 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة، ليس سيئا. في فقرة غريب عجيب: المراهقة الشهيرة تنفصل عن زوجها الخمسيني. أهلا بكم من جديد. الجولة السابعة من دوري نجوم قطر أكدت بالأمس أن هذا الموسم هو موسم المفاجآت. العربي وبعد الفوز على قطر برباعية في الجولة السادسة هو يخسر أمام معيذر بالأمس. أما عالميا فالمفاجآت حاضرة في الدوري الإيطالي والإنجليزي. لن نطيل المقدمة وسريعا إلى التفاصيل، والبداية محليا. الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني رئيس اتحاد الكرة أعلن أنه تماثل للشفاء بعد الفترة التي قضاها تحت العلاج في نيويورك، وأنه في طريقه للعودة إلى الدوحة خلال الساعات القادمة. وكانت جريدة الراية قد نشرت خبرا بالأمس كشفت فيه نية رئيس الاتحاد الاعتذار عن الاستمرار في منصبه بسبب حالته الصحية. الشيخ حمد في تصريح للراية أشار إلى أنه رغم ما يشعر به إلا أنه لن يدخر جهدا من أجل خدمة بلاده والكرة القطرية. أشكر كل من اتصل للاطمئنان علي خلال مرحلة العلاج، خاصة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الذين منحوني ثقة كبيرة بانتخابي خلال الاجتماع الأخير للجمعية. ثقة أعضاء الجمعية تحملني مسؤولية كبيرة للاستمرار في عملي مع الكرة القطرية خلال الفترة الماضية، ومواصلة المشوار من أجل المزيد من التطور للعبة ومن أجل الوصول إلى الإنجازات التي نحلم بها جميعا. أملك الإصرار على إكمال المشوار بعد الثقة الكبيرة التي حصلت عليها من الجمعية العمومية التي اختارتني بالإجماع للدورة الجديدة. للحديث أكثر عن أخبارنا الكروية يسعدنا أن نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ ماهر غريب الصحفي في جريدة الشرق. مرحبا بك أستاذ ماهر. أهلا بحضرتك. بالأمس جريدة الراية أعلنت اعتذار رئيس الاتحاد عن منصبه بسبب حالته الصحية على الصفحة الأولى، واليوم نرى الشيخ حمد يؤكد استمراره في هذا المنصب. كيف تقرأ هذا الخبر؟ هل تسرعت جريدة الراية في نشره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شك أن الزملاء في جريدة الراية لما كتبوا الخبر اللي نشر بالأمس أكيد ده كان مبني على معلومة لديهم. ما فيش أعتقد أي صحفي بيخاطر بمهنيته بأن ينشر خبر بهذا الحجم وبهذه القوة إلا إن كان عنده معلومة مؤكدة أو مصدر أكيد بيثق فيه أعطى هذه المعلومة. لكن خلينا نقول شيء، يعني اليوم حتى مع التصريحات اللي في جريدة الراية للشيخ حمد أعتقد وضع النقاط على الحروف. هو شيء طبيعي جدا سواء الشيخ حمد أو غيره، أي شخص في أي منصب من حقه أن يترك منصبه أو يعتذر عن عدم الاستمرار. الشيء اللي كان يمكن مزعل الناس في الخبر بالأمس ليس في خبر خروج أبو خليفة من الاتحاد رئيس اتحاد الكورة، ولكن بسبب الظروف الصحية.
هذا الرجل يحظى باحترام كبير جدا على مستوى الوسط الرياضي والمستوى الوسط الكروي بشكل خاص، وبالتالي خبر اعتذاره عن استمرار في مهمته احزن الجميع بسبب الحاله الصحيه. كنا نامل جميعا ان ابو خليفه في اي وقت حتى يفكر يترك الاتحاد يترك الاتحاد وهو في كامل الصحه والعافيه، ونتمنى له طبعا موفور الصحه في الفتره القادمه. اليوم اعتقد هو وضع ان قطع الحروف، الامر محسوم تماما، هو مستمر في عمله حسب المعلومات اللي تم تداولها بالامس، وهو سيعود للدوحه يوم الاربعاء المقبل ثلاثه ايام، وهيكون موجود في الدوحه اعتقد، وسيترأس الاجتماع المقبل لمجلس اداره اتحاد الكره، وسيتم حسم الكثير من الامور المتعلقه حتى ببعض الملفات اللي كانت عالقه في الايام السابقه. نعم. طيب استاذ عمر، يعني كيف تثمن بقاء ابو خليفه في هذا المنصب من خلال عطاءاته، من خلال الانجازات اللي حققها خلال هاي الفتره؟ ما فيش شك عدد كبير من السنوات موجود ابو خليفه موجود في هذا المنصب، قدم الكثير من خلال وجوده كرئيس لاتحاد الكره، وحتى لو نرجع للخلف قليلا في الجمعيه العموميه لاتحاد الكره، الرجل حصل على 19 صوتا، كل الانديه وبالاضافه لمؤسسه دوري نجوم قطر اختارت هذا الرجل ليكون رئيس لاتحاد الكره، حتى عند فتح باب التقدم للترشح لم يترشح احد امام ابو خليفه. نعم. ولكن في جزئيه ايجابيه خلينا ناخدها من الخبر اللي تم نشره الامس وحتى الخبر المنشور اليوم. نعم. السؤال اللي بيطرح نفسه الآن، من؟ هل في حالة أبو خليفة في أي وقت وبعيد عن مسألة الصحة إن شاء الله يكون في كامل صحته وعافيته، هل فكر يترك؟ هل هناك شخص الآن جدير بأنه يكون رئيس الاتحاد كرة القدم القطري؟ ده السؤال اللي شغل ناس كتير من المهتمين بالأمس، كان كله بيسأل نفسه في حالة إذا أبو خليفة بالفعل اعتذر، من سيأتي رئيس الاتحاد لكرة القدم؟ من يملك الجرأة والشجاعة لأنه يتقدم بالترشح ويعرض نفسه على الجمعية العمومية من أجل انتخابه؟ هذا الأمر أعتقد محتاج إن احنا نتوقف أمامه بعيد عن مسألة إن هو هيخرج أم لا يخرج. الآن السؤال من؟ أبو خليفة عنده دورة، ممكن بعد انتهاء هذه الدورة سيخرج أبو خليفة ويأتي شخص آخر أكيد لتولي رئاسة اتحاد الكرة. الآن هل الكوادر الموجودة في قطر، الكوادر الإدارية الرياضية، في الكثير منهم اللي عنده الرغبة أنه يخدم في هذا المنصب؟ هذا المنصب في غاية الحساسية، ولازم كلنا نقتنع بشيء مهم جدا، هي المسألة ليست نتائج فقط، من يتولى هذا المنصب بيعاني من كمية كبيرة من الضغوط، وكمية كبيرة من الضغوط أعتقد بتأثر حتى على حياته الأسرية، وده أمر طبعا ليس مجاملة للشخص الموجود، ولكن ده معروف، كل شيء بيكون في راسه هو المسؤول عنه. إذا أخفق أي منتخب على مستوى كرة القدم القطرية، الانتقادات بتصب عليه هو بمفرده، ويتناسى الجميع أي حتى شيء إيجابي ليه فترة سابقة. نعم بالتأكيد. أستاذ عمر خليك معنا لنعود بعد قليل في محاور أخرى. منحي الشمري رئيس نادي الشحانية في تصريحات لجريدة الشرق كشف سر إقالة المدرب البرازيلي ميلتون. الشمري أكد أن السبب الحقيقي وراء إقالة المدرب هو قيامه بحركة غير أخلاقية ضد مدرب الغرافة، وليس بسبب من يتحمل العقوبة المالية. وأضاف الشمري بسؤال المدرب عن سبب قيام بهذه